بروفيسور صباح النور. النور، صباح النور للجميع، وكل عام وانتم بخير من روما ومن إيطاليا لجميع الشعب اللبناني والشعوب الدول العربية. شكرا لك بروفيسور فؤاد، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ايضا. اذا حديثنا اليوم عن الكمامات، على اي اساس يتم تصنيف الكمامه وايضا درجه العزل؟ بالنسبه للكمامه زي ما انت تفضلت لها دور مهم وتلعب دور مهم مع المسافه بين الشخص والثاني ومع غسل الايدين، وكل واحد مربوط في الثاني. عشان هيك بالنسبة للكمامات في ثلاث أنواع، بالنسبة لقوة العزل الخفيفة، قوة العزل المتوسطة، وقوة العزل القوية. بتعلق بمين لا يلبس الكمامة في المستشفى، أو المصاب أو الغير مصاب. في عنا أنواع كثيرة في تطور الطب وتطور العلم، اتطورت الكمامة. عشان هيك في عنا الكمامة اللي FFP1 قوة العزل عندها 80%، في عنا FFP2 قوة العزل عندها 94%، وعنا N95 قوة العزل عندها 95%، وFFP3 قوة العزل عندها تقريبا 99%، وأزد واحد اللي عندها قوة العزل اللي هي N100 وتقريبا 99.9%. وهذا مهم ليش؟ لأنه الكمامة لما الواحد يحطها المهم في طريقة صحيحة، لأنه كثير من المرات الواحد بحط الكمامة غير في طريقة غير صحيحة، وعلى عشان هيك تقدم مش مفيدة إنه يحطها، وعشان الهواء ما يدخلش من الطرف من فوق او من الطرف الجانب. وفي نفس الوقت بتعلق قديش الفلتر للكمامه، واحنا بنعرف انه الهواء، البكتيريا، الفيروس، وجميع السوائل وكل هاي الاشياء اللي بتقدر ما تدخلش بواسطه الكمامه، كل ما انه تقدر كمامه نظيفه وموجوده على ثم الشخص او المصاب او الدكتور في طريقه جيده، كل ما كان الشخص عنده وقايه وعنده احتمال انه ما يسويش عدوى للشخص الثاني او ما ياخذش عدوى من الشخص الثاني، لانه الهدف هو اثنين، انه ما يعديش الشخص الثاني وما ينعداش من الاشخاص الثانيين. طيب بروفيسور تحدثت واعطيت عده انواع من الكمامات اللي موجودين واللي نسمع بهم دائما موجودين بالسوق، ما هي المقاييس اللي يتم اعتمادها لمعرفه مدى قدره كل كمامه طبعا على الفلتره، وما هي الانسب الى اي شخص موجود للوقايه من فيروس كورونا؟ بالنسبة لهذا أهم إشي إحنا، إنه في للأسف كثير، وهذا عشان هيك اليوم عيد وبنعرف إحنا سوينا نداء وعديد من المرات إنه الواحد يستعمل الكمامة في الطريقة اللي وين لازم يستعملها، في الأماكن المغلقة، الأماكن اللي فيها كثافة سكان كثيرة. للأسف في كمامات اللي غير جيدة ومزورة يعني بنسميها، ولأنه فيش عندها القوة إنه الواحد يوقف الهواء أو كل المواد اللي بتضرر على جسم الإنسان. يعني إذا واحد عنده الكمامة على ثمه وبيسوي نار قدام بالكداحة قدام ثمه وبيسوي في الهواء عشان يشوف انه بيطفي النار، واذا بيطفي النار معناته الهواء مرك من الكمامة. هاي يعني طريقة بسيطة كل واحد بيقدر يستعملها. واذا بحط الكمامة وبنفخ والهواء بيطفي الكداحة او النار، معناته غير جيدة. واحنا كتير يعني بنسأل، لانه في ناس كتير للأسف استعملوا سوق الكمامات السوق الأسود
عشان يبيعوا كمامات مزورة ورخيصة كثيرة بس ما كانتش مفيدة للأشخاص. هذا أهم شيء بنحضر وبنداء للأشخاص إنه يستعملوا الكمامة في طريقة جيدة بطريقة سهلة جدا يعرف مدى فعاليتها. إنها ما تغداش من السوق المزور، لأنه للأسف فيه كثير من المرات لما واحد يستعمل كمامة بفكر إنه عنده وقاية 100% بس بغسلش ايديه وبيضلوا يطب في الكمامة عشان هيك تتوسخ الكمامة. وهذا أهم إشي إنه الكمامة تغدى مش مزورة وتغدى عند قوة الفلترو لجميع الأشياء اللي بتمرق من الكمامة في طريقة جيدة. طيب بروفيسور، تحدثت على هذه الفكرة وهذه الحيلة يمكن البسيطة جدا أن نعرف بها مدى أهمية كل كمامة نرتديها. نشوف ناس ترتدي الكمامة الجراحية العادية، نشوف الناس اللي ترتدي الـ N95 اللي تحدثت عليها وأيضا أنواع أخرى من الكمامات، وأيضا ما لاحظناه في الفترة الأخيرة وهي الكمامات القماشية أو المصنوعة من القماش، واللي طبعا تقريبا كلها موجودة في كل الأسواق وحتى موجودة عند بعض محلات الألبسة الجاهزة من الماركات العالمية المشهورة جدا. هل هذه الكمامات أيضا تساهم في الحد من الانتشار ومفيدة إلى الاستعمال، أم دائما يجب أن الانتباه واقتناء الكمامات فقط من الأماكن المخصصة كالصيدليات؟ بس هاي نقطة مهمة بالنسبة لنا، احنا لازم أن نقسم الأشخاص والأطباء واللي يعملون في مجال الصحة وغرف الإنعاش، وبعدين كل واحد في أقسام الأطفال، أقسام السرطانات، أقسام كل المجال الصحة، هم اللي لازم يلبسوا الكمامة اللي هي FFP1 FFP2 N95 N100. هاي مش هاي نوع أنواع، هاي أنواع الكمامات غير متخصصة للأشخاص. هاي نقطة مهمة، لأنه الشخص بيقدرش بيقول بدي أنا أعمل وقاية أزيد ألبس هدول. هدول متخصصات لعاملين في الصحة للأطباء، وبعدين في داخل المستشفيات في كل قسم بيقدر يستعمل كمامة تختلف، لأنه بتعلق في عمل القسم نفسه. السرطانات يختلف عن غرف الإنعاش، الأطفال يختلف عن قسم النساء. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة ل المصابين، لازم يغضوا لابسين كمامة داخل وخارج البيت وباستمرار وفي طريقة جيدة، وإحنا ننصح بالنسبة للأشخاص يستعملوا الكمامة الجراحية اللي إحنا نستعملها كثير في إيطاليا، بس لا تكون مزورة وتكون صحيح. بالنسبة للأشخاص، هذا اللي حكينا بالنسبة للشخص المصاب مع الحجر الصحي ومع في البيت وفي خارج البيت. بالنسبة للأشخاص، إحنا من أول يوم قلنا إنه الكمامة مهم استعمالها في الأماكن المغلقة، في الأماكن اللي فيها ازدحام، في الأماكن اللي فيها كثافة السكان عالية، في الأماكن اللي فيها اختلاط كبير. بس لازم نأخذ في عين الاعتبار لبس الكمامة ليس كافي لحاله، وإذا الواحد مش محافظ على نظافة الإيدين وعلى المسافة بين الأشخاص إنها تغدى أزيد من متر، والمهم الواحد ما يطبش فيها ويوسخش الكمامة. في نفس الوقت استعمال كمامة في منطقة الشخص موجود لحاله أو موجود في بارك أو في منتزه أو في حديقة أو في منطقة مفتوحة، حسب رأيي هناك وحسب نصيحتي، الاستعمال الكمامة غير يعني مفيدة عديد من المرات. ليش؟ لأنه الشخص بأخذ البكتيريا وبأخذ كل الأشياء المتلوثة وبوصلها للبيت أو بطب في الكمامة وبغسلش إيديه، وبقدر عنده احتمال أنه يسوي عدوى، لأنه كثير من الكمامات بيغدى عليها يعني غير نظيفة، وهذا خطر انه يزيد العدوى وانتقال الفيروس نفسه.
نعم شكرا لك اذا البروفيسور فؤاد عوده، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا على الكمامات. رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق اوسطيه كنت معنا مباشره من روما، شكرا لك بروفيسور. شكرا. شكرا. اذا مشاهدينا حتى الكمامات عندها استعمالات تختلف طبعا، وان شاء الله اكيد نكون افدناكم بكل هذه المعلومات. دائما ارتديوا الكمامات وايضا اغسلوا ايديكم وحاولوا